بفضل تألقه الواضح والذي كان السبب الأبرز في تتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية، توج كاسيو حارس مرمى نادي كورينثيانز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في النسخة التاسعة، وكثاني حارس يتوج بالجائزة بعد مواطنه المخضرم روجيريو سيني الذي توج بالجائزة بعدما قاد ساو باولو للقب مونديال الأندية عام 2005، ليدخل كاسيو في قائمة ذهبية ضمت قبله نجوما كبار مثل ليونيل ميسي، وين روني، ريكاردو كاكا وصامويل إيتو. وخلف كاسيو حل برازيلي آخر هو ديفيد لويز مدافع تشيلسي الإنجليزي وصيف البطولة، وحصل على الكرة الفضية بفضل تميزه في البطولة رغم خسارة فريقه لللقب الذي كان مرشحا بقوة لإحرازه، وكان أبرز عناصر نادي العاصمة الإنجليزية في مباراتي الفريق أمام مونتيري وكورينثيانز. وبهدفيه اللذين منح اللقب لكورينثيانز، توج المهاجم البيروبي باولو جيريرو بالكرة البرونزية كثالث أفضل لاعبي مونديال الأندية، حيث كانت رأسيات جيريرو في مرمى الأهلي وتشيلسي كفيلتين بمنح اللقب الثاني للنادي البرازيلي في تاريخه، حيث فاز في المباراتين بهدف نظيف من توقيع جيريرو. وعلى صعيد اللعب النظيف، توج نادي مونتيري المكسيكي الفائز ببرونزية مونديال الأندية بالجائزة بعدما أظهر لاعبوه روحا عالية، ولم يتلقى أي منهم إنذارات خلال مباراتي الفريق أمام تشيلسي والأهلي، وكانوا قد حصلوا على 3 بطاقات صفراء فقط في مباراة الفريق الافتتاحية أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.